لان المنافسه في الدوري السنه دي هتبقى صعبه جدا وهتبقى شرسه جدا، لان كل الفرق انا شايف المستويات كلها عاليه جدا. النهارده فريق جيش بيقول النهارده لعب المباراه اللي فاتت، لعب المباراه كبيره كسب نتيجه كبيره. النهارده بيقابل فريق الجيش وهو في اعلى معنوياته وهو معاه لعيبه على اعلى مستوى، في نفس الوقت مدعم بفريق لعيبه كتير. مفيش نادي مش مدعم، كل الانديه مدعمه بلعيبه كتير وعدد كبير جدا. فانا بقول ان النهارده بدايه انا سعيد يعني مسمي الحمد لله الجهاز مبسوط من الاداء اللعيبه ان هم نفذوا كل اللي قال لهم. اخيرا كابتن، استعداد ايه لمباراه قزم؟ استعداد زي ما قلت لك، الاستعداد هو الاوائل لينا في الدوري كله، اول مشوار ان انت كل تركيزك كله مصاب انك انت فرقه قدامك، ايا كان الفريق قدامك تشتغل عليه، تحترم الفريق قدامك، تحترم الخصم، وتحترم قوه اي فريق هتلعبه، عشان احنا الهدف بتاعك ان انت تلعب مشوار دوري، مشوار دوري طويل. فما فيش حاجه، ما فيش وقت للهدوء ولا الدلع ولا التخاذل، الوقت كله اللي قدامنا ان احنا نلعب باذن الله مباراه، كل مباراه مباراه عشان يبقى توصلك للهدف بتاعنا. الهدف هو ان شاء الله اللي احنا كلنا شغالين عشانه، اللي هو ان انت تلعب كل الدوري. اهم حاجه ان انت تلعب على الدوري اللي انت فيه. ايوه جاي كمان مش بطوله الدوري، هكلمك حاجه بقى، بس في كاس لسه، في افريقيا، في لسه حاجات كتيره ان شاء الله. فدي لسه المشوار طويل، واحنا النهارده البدايه. وانا سعيد بالبدايه. شكرا جزيلا لك، 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 شكرا